رجعنا من جديد. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل حاجه حلوه بسيطه وسهله بالعجينه، شويه دقيق وزبادي، ما بتاخدش مننا حاجه، مقاديرها بسيطه. اسمها بالونز، بيسموها بالونز يعني بالونات، وفي الخليج بيسموها فجعه. مقاديرنا كوبايه ونص دقيق، علبه زبادي 180 جرام، معلقه بيكنج باودر، وهستعمل لها بقى سمسم قد ما انا عايزه، وهعملها بعد كده بالعسل الاسود وحبه البركه للي يحب. اوكي، هي سهله قوي. اول حاجه هجيب الدقيق بتاعي مع البيكنج باودر. طبعا اي عجينه لازم رشه ملح يعني لا تسكر اهي، وهجيب الزبادي. بسم الله، واعجن الدقيق في الزبادي من غير ميه. هتتكون معايا عجينه طريه، المهم ان انا ايه بس اعجنها كويس، تاخدي وقتك فيها اهي لغايه ما تتعجن معاكي، وهتبقى عجينه بصوا حسيتي انها محتاجه معلقه ميه. اوكي، بس هي لسه في الاول بصوا مفرفطه كده، وبعد كده هتبتدي تمسك اهو، وبعجنها لغايه ما تبقى طريه خالص. ثواني بقى، هجيب نقطه ميه، يا دوبك هحط نقطتين ميه في ايدي علشان هي ما بتحتاجش ميه. العجينه دي انا مش هخليها تخمر، يعني هشتغل فيها على طول. بصوا الميه خلت الدنيا تتلم اهي، عجنها بقى 5 دقايق او 6 دقايق، كل دقيق غير التاني، في دقيق بياخد ميه كتير وفي دقيق لا، فحسب نوع الدقيق. عشان كده انا ما بحبش اغير انواع الدقيق، يعني هو نوع الدقيق هو. بصوا هي كده لمت، عايزه بقى ايه تتعجن للاخر خلاص. وبعد ما عجنها بفردها زي ما احنا فاردين واحده علشان الوقت. اجي العجينه اهي معايا، اوكي اهي، ما فيهاش خميره، فيها بيكنج باودر خلاص. ايوه، هنشيلها، وادي اللي جاهزه هنشتغل بيها على طول اهي. طبعا رش الدقيق في ايدي اهي. ما تبقاش رفيعه ولا تخينه، يعني هوريكم السمك اللي هنوصل له. انا مسخنه الزيت بتاعي، الزيت جاهز، يعني دي بتتعمل وبتتقلي كلها ورا بعضها، اعجنها واروح مقطعاها، عجناها وفرداها ومقطعاها واليها على طول، علشان دي فيها بيكنج باودر، ما ينفعش ان انا اسيبها والا هتبوظ مني. هجيب قطاعه واروح مقطعه البالونز دي او البالونات او الفجيعه زي ما انتوا عايزين بقى. ده هلمه من تاني وافرده واعمل تاني، بس انا عايزه اوريكم فكره القلي بتاعها، عشان القلي بتاعها مهم. هي عامله زي البوف السعودي كده، يعني السمبوسك البوف، لازم وانا بحمرها اقعد اسقيها بالزيت اهي. ادي بسم الله الرحمن الرحيم، ادي الزيت سخن بحطها، ما تحطيش كتير. وبصي لازم اقعد اغمرها كده بالزيت علشان تنفخ. بصوا اهو، بصوا بقت بالونه. لازم اقعد، ايوه بقت فجيعه. لازم تتغطى بالزيت السخن، هتلاقوها تقعد تنفخ اهي. هي محتاجه تبقى دهبي سنه عن كده. سهله وبسيطه وحلوه، وهتلاقوا الولاد يحبوها اهي. دي علشان تنفخ لازم احط الزيت كده عليها، اقعد اسقيها بالزيت اهي. بصوا وهي تتنفخ، ما بتاخدش وقت خالص،
وبعد كده اهو بشيلها اهو، ده اللون اللي انا عايزاه. بصوا ده اللون اللي انا عايزاه علشان ما تتحمرش زياده. ادي الفجاعات بتاعتنا، هنيجي نقليهم كلهم، نبعد الزيت بس عشان ايه ما يتحرقش. و اهم اهي كده. وبعدين بقى هعمل ايه، هجيب معلقه هجيبها هنا. بصوا عايزين سكر بودرة عليها اوكي، بس انا اعرفها ومتعودة عليها بالعسل الاسود اللي هو الدبس. بسم الله الرحمن الرحيم كده بيتعمل عليها خطوط. وبعد ما بتتعمل بالعسل الاسود بيترش عليها سمسم او حبة البركة او الاتنين مع بعض. بس طبعا ممكن تعمل لها سكر بودرة، تحط لها ممكن صوص شوكولاه زي ما انت عايزة. بس اهو اللي عايز بقى زيادة بيبقى جنبه. ادي انا هرش عليها شوية سمسم ورشة حبة البركة بسيطة اهي، ما حطيناش على دي. بس ادي الفجاعات بتاعتنا خلصت. ايه رايكم بقى؟ اهو شايفين بقى بالسمسم وحبه البركه والعسل الاسود عليها، فظيعه. عايزه اوريها لكم من جوه. ايوه اهي بصوا هوا جواها، هوا عشان كده بيسموها بالونز. اهي بصوا هوا ما فيهاش اي حاجه. هنروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا.